هذه فتنة الصحافقة ومع هذا هم يدخلون للشيخ ما أرادوا من الكلام يعني لو كانوا بيكرهوه يدخلوا للشيخ عنك الكذب من أفظع الكذبات وأبشعها نقلوا للشيخ ربيع حفظه الله تعالى الوالد الجليل نقلوا له عن الشيخ محمد بن هادي كلاما قالوا له الشيخ محمد بن هادي يقول لبعض الناس في دولة ما تعاونوا مع الإخوان المسلمين الشيخ ربيع طلب منهم قال اتصلوا على الشيخ محمد اتصلوا عليه أمامه الشيخ ما يتكلم بالتلفون هو مباشر فلما تكلموا سألوا الشيخ محمد قال له الشيخ ربيع يقول لك هل أنت تقول كذا وكذا وكذا قال له يا شيخ معقول أنا أقول هذا أو كلمة نحوه أنا أقول هذا يا شيخ قام سأل الصعفوق الماسك التلفون قال له الشيخ ربيع قال له ماذا قال قال له قال لك نعم أنا أقول هذا يا شيخ هؤلاء يؤتمنون على دين يؤتمنوا والشيخ في النهاية مهما بلغ من العلم والمكانة هو لا يعلم الغيب ولا يطلع على ما في الغيوب وما في الصدور إنما يحكم بما ظهر له وهو يثق في هؤلاء الناس يا شيخ هذا الكلام الذي ينسب إليك إما تصدقوه أم لا تصدقوه كلام كذا يا شيخ انا ما قلت له هذا الكلام انت ما قلت له هذا الكلام هو لنفسه يقول انك لم تقل له هذا الكلام في الاوراق التي عندك يا شيخ في الاوراق ذكر بس فقط قولك لا ابغى منك الان انت قلت له هذا الكلام ولا ما قلت له؟ هو بنفسي الان ابلغ مني انا يمكن اقول هذا الكلام كن انت ذكيا يقول انت خليه يعني كن ذكيا في التعامل يعني مع اهل البدع مدارات بس ما دخلهم حجبوا الناس عن العلماء وضعوا ستارا بين طلاب العلم وبين العلماء لم تستطيع ان تزور الشيخ ربيع اياما تمكث في المدينة لم تزوره الباب مغلق الصحافقة يستأثرون بالشيخ الشيخ واحد من مشايخنا الكبار خليك من الاسم من كلمنا قبل ايام ذهب لزيارة الشيخ ربيع لما جاء عند الباب قالوا الشيخ نايم والشيخ مو نايم رجعوه الشيخ نايم هذه فتنة الصحافقة مجرمين خبثاء